واحد يقول انا شاب اتزوجت في سن مبكر في الطريق التقليدية، وبعد سنة من الزواج اكتشفت اني لا اطيق مراتي. بيقول مع العلم ان عندي 3 اولاد وبحب اولادي جدا. تقول لي من زفت قطعا بعد السنة دي كلام مبالغ فيه، لان كون اني تجيب منها 3 اولاد يعني عشت معاها في محبة وفي حياة زوجية طبيعية كان نتيجة خلفة العيال. لما واحد يقول عندي 3 اولاد وبحب اولادي جدا، 3 اولاد دول على الاقل يتولدوا في 4 سنين، فازاي تقول بعد سنة من الزواج اكتشفت اني لا اطيق مراتي بينما انجبت منها عيال بعد ذلك؟ وبس انت اول ما اكتشفت دي قلت بعد سنة، لكن هي دي لا. لازم تعرف ما هو السبب اللي خلاك لا تطيق مراتك، وممكن معالجة السبب ده. هل السبب فيك انت ولا السبب في ايه؟